هي حلقة من حلقات الذكر الحكيم، يجسد فيها الجزائريون حديث النبي في أن الملائكة تحف قوما اجتمعوا لذكر آل الرحمن. قال اجمعوه لك في صدرك واقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال هنا في هذه الحلقات اختلفت الأعمار وتوحدت الأهداف في إحياء تراث جزائري أصيل بقراءة الموطأ الإمام مالك وصحيح البخاري من غرة شهر رجب إلى نهاية رمضان المعظم. هذه العادة توارثناها على الأجداد تاعنا. تعلم منهج تاع الدين تاعك بأحاديث الرسول وبسيرة ذاتية تاع الرسول بالقرآن بهذا العفايس، الإنسان يتعلم الدين تاعو. راني نقرأ في الحديث البخاري وراني نحفظ في الأربعة والنووي إن شاء الله، وراني نقرأ في القرآن الكريم وإن شاء الله نحب نختم. جيل انتهل من معين خير خلف ومن معين سنة حميدة ارتسخت في جميع مساجد الجزائر. جرت العادة عند مشايخنا في الجزائر المحروسة أن يستفتحوا صحيح البخاري، وهذا تورثناه أب عن أب وشيخ عن شيخ في غرة شهر رجب. نسرت صحيح البخاري على أن يكون الختم الرسمي في ليلة 27 من شهر رمضان إن شاء الله إن كان في العمر بقية، وهذا على جميع القطر الجزائري في مساجده وفي كتاتيبه وفي مدارسه القرآنية وفي زواياه العامرة بكتاب الله وبسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي سنة حميدة وجب الحفاظ عليها للأجيال القادمة تثبيتا للمرجعية الفقهية المالكية بالجزائر.